هل لك أن تضعنا في تفاصيل ما تم اكتشافه أمس بخصوص المقبرة الجماعية الجديدة في مجمع الشفاء الطبي؟ نعم، يعني بخصوص مجمع الشفاء الطبي نحن نحاول وما زلنا حتى هذه اللحظة نحاول البحث عن المقابر الجديدة في داخل هذا المجمع. نعم. وعما خلفه اقتحام قوات الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي ومحيطه. طبعا نحن نواجه إشكاليات صعبة جدا فيما يتعلق بتوفر الآليات، وهذا ما أخر عملية اكتشاف هذه المقابر. ولكن خلال الأيام الماضية كانت هناك تفوح رائحة الموت في داخل مجمع الشفاء الطبي، ومن خلال أعمال البحث والحفر في داخل المجمع تفاجأنا بوجود مقبرة جماعية جديدة تم العثور على ما يقارب من 50 جثة. هذه المقبرة وجدت أمام قسم الطوارئ، جزء من هذه الجثث وجدت ما يقارب من 11 جثة وجدت في قسم الاستقبال والطوارئ، وقد تم هدم هذا القسم فوق رؤوس المرضى وتم إزالة الردم والركام والرمال فوق المرضى. يعني هناك جثة تعود لأحد المواطنين لأحد المرضى وهو على أحد الأسرة في داخل قسم الاستقبال والطوارئ، ويبدو أنه لم يتمكن من الخروج من قسم الاستقبال والطوارئ. وجدنا بالأمس جثة مفصولة الرأس تماما، لا يوجد رأس. الجثث المتبقية هي جثث تم طحنها من قبل الآليات العسكرية. يعني هناك جثة لامرأة وجدت فقط أثار متبقية من شعر هذه الامرأة، لقد طحنت ودهست بالآليات العسكرية وتم رميها فوق أكوام الرمال أمام قسم الاستقبال والطوارئ. بصراحة المشاهد التي نشاهدها مشاهد لا يمكن وصفها، حتى في أسوأ الكوابيس لم نشاهد ولم نقرأ في كل التاريخ أنه ممكن أن يحدث ما نشاهده حاليا في داخل قطاع غزة من مجازر ترتكب بحق المدنيين والآمنين والمرضى. مرضى وجدت آثار مثبت خارجي عبارة عن يعني لحالات العظام التي تحتاج إلى مثبت خارجي، بلاتين خارجي، وجدت جزء من هؤلاء المرضى وقد وجدت آثار المثبتات الخارجية على أقدامهم وأيديهم، ما يعني أن هؤلاء مرضى حرموا من تلقي الرعاية الصحية، بل لم يسلموا فقط من عدم تلقي الرعاية الصحية بل دفنوا في داخل قسم الاستقبال والطوارئ في داخل مجمع الشفاء الطبي. الإشكالية الكبرى التي نواجهها أكثر أيضا أن غالبية الأهالي المفقودين توجهوا مجرد سماعهم هذا الخبر إلى مجمع الشفاء الطبي. هناك أكثر من 1000 مفقود في الاقتحام الأخير لمجمع الشفاء الطبي، ما يجعل هؤلاء الأهالي وذوي المفقودين في حالة ترقب وحالة توتر كبير جدا. كل جثة تخرج هؤلاء الناس يعتقدوا بأن الجثة تعود لأبنائهم، يخيم الصمت عليهم وتحت توتر وضغط شديد. وقد حتى اختفيت هذه المعالم لهذه الجثث ولم يتمكن حتى أي شخص من التعرف على هذه الجثث. صراحة المشاهد لا يمكن وصفها. هذه المقبرة الثالثة التي تم اكتشافها في داخل مجمع الشفاء الطبي، ما يعني أن عدد المقابر التي اكتشفت فقط داخل المستشفيات المقابر الجماعية 7 مقابر، ما يقارب من 552 جثة وجدت في هذه 520 جثة وجدت في هذه المقابر 7 التي تم اكتشافها في داخل المستشفيات.